وفي الختام دفع لاعب مولودية وهران حمزة أيت وعمر عن نفسه بخصوص قرار طرده من طرف حكم المباراة، واضحا أن الحكم المساعد هو من شتمه أولا وهو ما لم يتقبله وجعله يرد عليها. بلي كان تاكسيون نورمال، هضرنا مع نادي قال لي انتريك، هذا ما كان، قال لي انتريك لي لاخر سي نورمال، انا من بعد نرجع بيسير ما نتقبلش. انا ثاني مبريباري الماتش واللي جوار تاع الاخر يبريباريو الماتش، بصح هذه سي اور فوتبول. عندي مشكل لا مع ويفا قسطيف لا مع الغاشي تاعنا، لا كنا نلعبوا نورمالمون. على حسب روحك واسمو كاع تو الموند في ديزير، على جاي تقول لي بلي لا بريمير فوا بلي اربيت سب جوار وجوار رجع له، حبيت تدخلي له في راسي بلي سي لا بريمير فوا، ماشي لا بريمير فوا، يسمعوا بير يسمعوا بير وقدامنا وواحد ما يهضر.